بالخير عليكم مشاهدينا مش الكرام اهلا بكم اذا آه... الحال شباب نهار اليوم اجواء جميله صيفيه تميز كل ارجاء الوطن باستثناء تدريجيا خلال هذا النهار راح نستناو نشاط الرعدي يعاود يرجع للمناطق الداخليه الشرقيه بالاخص المرتفعات الداخليه الشرقيه هاد الرعود هذه تقدر تمد شويه في حين سما راح تكون غايمه جزئيا على المناطق الساحليه الشرقيه على عنابه كيكدا والقاله ايضا من جهه الجلفه الغواط وعين دفله علاش لانه في بعض الاحيان تجوز هاد السحب من العالي والمتوسط درجات الحرارة القصوى اللي نسناوها نهار اليوم إن شاء الله تصل 48 درجة على مقياس على منطقة أدرار 47 على عين صالح مرتفعة كذلك من جهة برج مختار عين قزام تين زواطن وبشار توصل 44 درجة 46 درجة على ورقلة 42 إلى 43 درجة على منطقة إناميناس وتاني من جهة منطقة تيندوف شوفوا شو المناطق الشمالية تبقى مستقره على قسنطينه قال موسوق على 39 درجه في حين ترتفع مقارنة بنهار تاع البارح بدرجة واحدة ولا درجتين جهة الجلفا وصلت 38 درجة 27 على الجزائر العاصمة شرشا تيبازا بومرداس بجاية عنا باسكيك حتى القالة 29 على معسكر و25 درجة على وهران البحر لنهار اليوم راح يكون قليل اضطراب الى مضطرب خاصة على السواحل الشرقية علاش لأنه الريح يقدر يوصل إلى 40 كيلومتر في الساعة في حين راح ما يتعداش ال 25 كيلومتر في الساعه على السواحل الغربيه شمالي شرقي على طول الشريط الساحلي. غروب الشمس العاصمه وضواحيها لنهار اليوم أربعة 30 جوان راح يكون على 8 و10 دقائق. الكرام نهاركم مبروك يعطيكم الصحه على المتابعه ونتلاقاو في النشرات الجويه اللاحقه.